يسعد اوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا طاقه الروح. اليوم رح نتناول موضوع جديد وهو ما يدعى بالقوانين الكونيه. يا ترى شو هي القوانين الكونيه وما هي اليه تطبيق هي القوانين؟ لحتى نعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع بدنا نقول اهلا وسهلا لضيفتنا الموجوده معنا بالاستوديو، المدربه المعتمده بعلوم الطاقه الحيويه المهندسه دارين سعيد. الا اهلا وسهلا فيكي، منورتينا لليوم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي. كثير دارين احنا اليوم بنسمع عن شيء ما يدعى بالقوانين الكونيه، يا ترى شو هي القوانين الكونيه؟ القوانين الكونيه هي مثل السنن، ناظمه للحياه، ناظمه لكل شيء في الوجود. هلا هالقوانين الكونيه يعني اذا بدنا نحن نحكي عنها يعني تعددت كثير اساليب الكلام عنها. شيء بيقول لك في 7 قوانين، شيء بيحكي انه في 12 قانون، شيء بيعددهم 21 قانون. هلا كل واحد بيحكي حسب هو من حسب رؤيته حسب براجعه حسب هي. هلا انا بالنسبه لي بنظمهم للقوانين الكونيه ب4 قوانين رئيسيه وبيتفرع عنها قوانين. القوانين الكونيه الرئيسيه الاربعه عندك، اول شيء قانون الذبذبات، ثاني شيء قانون المسؤولية، ثالث شيء قانون القطبية أو الإزدواجية، ثالث شيء قانون التغيير، رابع شيء عفوا قانون التغيير. طيب تمام. هلا إذا بدنا نحكي عن أول قانون، قانون الذبذبات، شو يعني هذا القانون؟ هذا القانون بيقول لك إنه كل شيء في الوجود عبارة عن ذبذبة أو اهتزاز أو تردد أو طاقة. هي هي الطاقة، مفهوم الطاقة إنه كل شيء عبارة عن اهتزاز، سواء كان كائن حي، سواء كان جماد، سواء كان أفكار، مشاعر، رغبات، أي شيء في الوجود هو عبارة عن اهتزاز. طبعاً ونحن كبشر مثلاً أو ككائنات حية عبارة عن مرسل ومستقبل، يعني مثل فينا نسميه مثل جهاز الاستشعار، بنرسل طاقة ونستقبل طاقة. طبعاً الطاقة اللي بتطلع مننا بشكل اهتزاز بتطلع بشكل دوائر، بتروح على الكون وبترجع لنا لإلنا كمان. طبعاً. فنحن بهي الحالة لازم ننتبه على كل ما يصدر عننا، سواء كلمة أو فكرة أو رغبة أو نية أو أي شيء. طبعا نحن لما بنصدر اكيد لما بنفكر بطريقه سلبيه او لما بنحكي بكلمات سلبيه او بنتصرف تصرفات سلبيه، شيء طبيعي رح يرتد علينا بشكل سلبي، لانه نحن لما بنعمل هذا الشيء كله هو عباره عن حاله اهتزازيه، فبصير عندنا شيء اسمه موجه شعوريه او تردديه، حسب نحن على اي موجه عم نشتغل رح يرتد لنا ترتد هي الاهتزاز او هي الموجه. هي الموجه تمام. الارتداد بيكون هون دارين بشكل اني ولا لا ربما يكون في فتره زمنيه؟ حسب، ممكن يكون بشكل آني، ممكن يكون على دفعات، ممكن يكون بفترة زمنية معينة، ممكن يكون أقوى، يعني أقوى كردة فعل ولا لا حسب بمقدار ما بتعملي مثلا شيء سيء أو جيد حسب ممكن يرجع لك بنفس المقدار. هون نحن بدنا ندخل على موضوع تاني اسمه الكارما، يعني لكنك رح نحكي عنه بس نخلص عن القوانين الكونية. طبعا هذا الشيء بيعود لإلك أنت ومدى كيف أنت عم تكملي بالشيء اللي اشتغلتيه، مثلا إنه الشيء اللي قمتي فيه أو يعني العمل اللي قمتي فيه ممكن يرتد بنفس المقدار ممكن أكثر حسب إذا أنت كملتي فيه وراكمتي عليكي أشياء زيادة. أما إذا أنت حاولتي أنه تداركي الموضوع ممكن لا يرتد بشكل أخف، عرفتي كيف؟ فهي بالنسبة لأول قانون. القانون الثاني، هلأ نحن حكينا في قوانين رئيسية أساسية وكل قانون عم يتفرع عنه قوانين فرعية. فبالنسبة لقانون الاهتزاز بيتفرع عنه قانونين، قانون الحدوث قانون الحصاد. قانون الحدوث هو أنه كل حدث بالبداية كان عبارة عن فكرة أو نية، يعني كان عبارة عن ذبذبة، تجلت هاي الذبذبة على أرض الواقع بحدث معين. فنحن لما بدنا نغير هذا الحدث بنرجع على شو؟ على الشيء الأساسي، على الأفكار، بنغير أفكارنا كمان. هون هلأ في شغلة بحب أحكي أنه القوانين الكونية كونه الناس كتير اختلفوا فيها وبتسمياتها، يعني هي ما فيك تقولي أنه قوانين منفصلة عن بعضها، هي كلها متصلة ببعضها وكله يعني بيخرق لبعض لبعضه تماما. يعني مثل هلأ أنا عم أقول لك أنه أنت بدك مثلا تغيري الحدث أو أحداث عم تصير بحياتك، بدك ترجعي لأفكارك للأشياء الموجودة بداخلك، مثل كأنه هون بدنا بلشنا نحكي بقانون التغيير. لاحظتي كله بيكمل بعضه، يعني طبعا. ما في شيء منفصل. المهم نحن نفهم فكرة أو آلية عمل الكون،
كيف بيشتغل. نحن ما المهم نعدد، ما المهم يعني ما مهم العدد، ما مهم الاسماء، المهم نفهم، المهم نفهم هاي القوانين مشان يعني نعرف نطبقها بطريقه صح مشان نتناغم معها. لما نتناغم نحن مع القوانين بصير حياتنا سلسله من النجاح من الترقي، اما لما نحن منزيح عن هيدي القوانين بصير حياتنا عباره عن سلسله احداث سلبيه واحداث مزعجه. حتى دارين يعني وقت نحن بنعرف هاي القوانين بصير عندنا درايه معينة لهي القوانين، يمكن منصير منفسر كل شيء عم يصير معنا تماماً، وبصير مستوى الوعي أعلى تماماً. كمان هيك رح أنهي فيها بس أحكي عن القوانين، أنه أكيد لما بتفهمي الفهم هو أساس كل شيء، وأنت لما بتفهمي أي شيء عم يصير معك بيرتفع الوعي عندك، والوعي بيخلينا دائماً دائماً يعني صحح مساراتنا، نعيش حياتنا بشكل أفضل بتناغم أكثر مع الكون. تمام، كنا عم نحكي عن الفروعة تعيد القانون الأول الاهتزاز. هو قانون الاهتزاز أو الذبذبات، قلنا قانون الحدوث، قانون الحصاد، الحصاد من اسمه مبين يعني ما تزرع تحصد. أكيد لما بدك تزرعي أفكار، نوايا، رغبات، أفعال سلبية، شيء طبيعي رح تحصدي شيء سلبي. يعني مثل لما بتزرعي بتبذري بالأرض قمح، أكيد رح تحصدي قمح، ما رح تحصدي شعير مثلا. بنيجي على القانون الثاني اللي هو قانون المسؤولية، وهذا قانون مهم جدا والناس بتهرب منه كتير. قانون المسؤولية إنه كل شيء يعني عم يصير معك، كل شيء عم تعيشي انت المسؤوله عنه سواء بشكل او باخر. يعني طب مسؤوله عنه بشكل يعني اكيد انه انت لانه حسب شو افكارك. هلا كنا عم نحكي اللي بيصدر عنك رح يرتد لإلك، فاللي رح اي شيء بيصدر عنك رح يتجلى بشكل اهتزاز او ذبذبه. هذا الاهتزاز رح يكون باللي بنسميه مثل الهاله، انه حقلك الطاقي رح يتخزن فيه. فانت شو مخزن بحقلك الطاقي اكيد رح يتجلى كاحداث على ارض الواقع. فاذا انت المسؤوله عن الاحداث اللي عم تصير معك. طيب هون دارين الظروف او المتغيرات يلي عم تصير، البيئه، المحيط، الاشخاص الموجودين حواليك، ما لهم تاثير بهذا الشيء؟ طبعا لهم تاثير اكيد. كمان بنرجع بنلمح هون اذا بدنا نحكي عن تاثير الاشخاص على موضوع الكارما، يعني انت مثلا حسب افكارك رح يكون بمحيطك اشخاص بتناسب هي الافكار، فاذا او سويه وعيك او اي ذبذبتك، حالتك التردديه، الموجه اللي انت عم تشتغلي عليها، شو موجتك مثلا، موجتك انها كلها سلبي ولا ايجابي ولا هيك، ولا وعيك متدني ولا مرتفع، شيء طبيعي انت رح يلتصق فيكي او يعني ينجذب لمحيطك الاشخاص اللي تردده نفس ترددك، فاذا دماغك او افكارك. أيوة تماما. فاذا انت كان ترددك مثلا في شيء سلبي وجذبتي لحياتك ناس سلبيين واندمجتي معهم بحالتهم السلبيه، قويتي السلبي عندك، فهيك بتصير الظروف، بتفكري انت انه الظروف عم تتالي عليكي بشكل متوالي، انت جذبتي هاي الناس او هاي الاشخاص، بلشت بفكره معينه عندك، ممكن بتصرف معين. فانا الكلمه اللي يعني اللي بقولها او اللي بده يفهم القوانين الكونيه لازم يتاكد من شغله، انه احنا شركاء بصنع اقدارنا، شركاء بكل الظروف اللي عم تحيط فينا. صحيح الآخرين لهم تأثير، بس المؤثر الأول والآخر هو نحن. تمام. قانون المسؤولية بيتفرع أيضا بيتفرع عنه؟ بس في نقطة مهمة بقانون المسؤولية، أنه الناس بتهرب من المسؤولية دائما. لحظة الإنسان بيحاول يلجأ لأنه يلوم الآخرين. هلأ إذا نجح بأي مجال بيقول أنا، بس اذا رسب في اي مجال بيقول الاخر. تماما، بيلقي الظروف، مع انه هي يعني شيء واحد، نجاحك وفشلك منك انت. عرفتي كيف؟ انت المسؤوله عنه. فالانسان بيهرب من المسؤوليه ليش؟ بيحاول يضل بيكون بدائره الامان. لما انه الانسان عم مثلا انا فشلت بشيء معين، حملت اهلي، حملت زوجي، حملت بيئتي، وضعي المادي، وضعي الاجتماعي، حملت فشلي لإله، فانا برتاح تماما انه انا ما علي لوم. فأنا بهالحالة صرت إنسان ضعيف، عاجز. الإنسان القوي، الإنسان الفعال، هو الإنسان اللي بيحمل مسؤولية كل ما يحدث معه. هيك فيك تغيري، هيك إذا لما بتحسي حالك أنت مسؤولي عن شيء بتستنهضي قوتك، بتحاولي تغيري، بتحاولي تطوري. أما لما كل شيء يكون في اعتماد على الذات، على الذات تماما، بتصيري فعالة. أما لما كل شيء بدك ترميه على الآخرين، أنت إذا عمليا دخلتي بدائرة العجز. لا بس للأسف في ناس كتير اعتماديين، يعني نحن بنلاقي شخصيات كتير بتعتمد على الآخر. هون شلون نحن بدنا يعني نعطي هاي الثقافة، أو شلون بدنا نغير هاي الأشخاص؟ هاي الأشخاص إنه ما فينا نغيرهم إلا لما بياخدوا قرار بأنهم هن المسؤولين عن ظروفهم.
إذا ما هن حبوا التغيير فلا لا يمكن إنك ما فيك تغيري بحدا شيء إذا ما هو عنده الرغبة يتغير. يعني هلأ في ناس كتير بتحاول تتغير وتقول لك أنا عم أعمل كل شيء، أنت عم تعمل ظاهريا لترضي نفسك أنه أنا قمت بالمطلوب، بس أنت من جوا مو حابب تتغير، لأنك لو حابب تتغير أكيد أكيد التغيير رح يجي. وإمتى بيجي؟ لما مثل ما حكينا بتتحمل المسؤولية وبتبطل تدخل بدائرة العجز وتلمي اللوم على الآخرين أو على الظروف. لأنه حكينا كل ما يخرج منك يرتد إليك، يعني أنت بالأصل بعتت هاي الترددات للكون والكون رد لك إياها. عرفتي كيف؟ هلأ قانون المسؤولية بيتفرع عنه كمان في شغلة، أنه هيدا الشخص اللي عم تحكي عنه لازم تعملي له صدمة، ممكن الصدمة تعطيه ألم، بس بالألم رح يزداد وعيه، بالوعي رح يشفى. إذا الصدمة بتعمل لك ألم والألم بيرفع الوعي والوعي هو الشفاء. هي بالنسبة للأشخاص اللي هلأ بس طبعاً هي لدرجات متفاوتة، خلينا نقول يعني في ناس ممكن تأخذ دروس كتير كبيرة، ممكن تنصدم كتير، بس يمكن ما بتفهم الدرس أو ما بيصير وعيها، بيكون بشكل بطيء خلينا نقول. هلأ إذا ما هو فهم الدرس وهو لحاله طور حاله، رح يرجع الكون يعيد له الدرس مره واثنين وثلاثه. يعني حتفهم، يعني حتفهم ان مره ولا اثنين ولا ثلاثه، يعني مصيرك حتفهم وحتتغير. بس من شخص لشخص، ممكن اشخاص تتغير بسرعه، ممكن اشخاص تضل سنين. هلا بالنسبه لقانون المسؤوليه بتفرع عنه عده قوانين. انا رح احكي عن يعني رح احكي شو هنن، بس رح نحكي عن اهم شيء فيهم. هلا هو بتفرع عنه قانون اسمه الكينونه، هذا انا بحبه كثير لهيدا القانون، لانه شو يعني كينونه؟ يعني كل انسان اجى بيناسبه شيء معين. هلا السمكه بيناسب بس تسبح بالمي مثلا، الطير بيناسبه يغرد ويطير بالسماء، اذا جبتي الطير على المي رح يموت، اذا طلعتي السمكه على اليابسه رح تموت. اذا وهيك كل انسان إله تردد، هالتردد بيوديه بمسار معين، هذا مساره اللي بيناسب حالته. عرفتي كيف؟ بيناسب كينونته بنسميها. اما اذا الانسان مثلا راح ليشتغل شيء ومو متوافق مع كينونته راح يفشل، او راح يكون منه سعيد. ممكن ينجح بس ما يكون سعيد. امتى بتتحقق سعاده الانسان؟ لما بيشتغل شيء بيتوافق مع كينونته، بيتوافق مع داخله، بيتوافق مع الشيء اللي هو انوجد امشانه. ولما نحن بنشتغل الشيء اللي بيوافق كينونتنا راح ندخل على القانون الثاني اللي هو قانون الجهد الاقل، رح تصير الامور ننجزها بجهد اقل. تمام. لانه نحن بنحبها هي القصص خلقنا او الاشياء انشانها يعني متناسبه معنا، متناغمه معنا تماما. بيجي عندنا القانون الثالث من قانون المسؤوليه والسبب والنتيجه، انه نفس الشيء، انه هي الاسباب رح تؤدي لهي النتائج، ونحن ما فينا نغير النتيجه الا بتغيير السبب. هلا ممكن يقول لك وحي انا عم احصل على نفس الشيء، ابحث داخلك شو الافكار اللي عم تجيب لك هيدا الشيء، اذا ما غيرتها، اذا ما غيرت سلوكك، اذا ما غيرت اسلوب كلامك، اسلوب حياتك، طريقه تفكيرك، ما رح تحصل على حياه مختلفه، رح تكرر نفس الحياه ونفس الدروس ونفس المواقف ونفس الاشخاص. ممكن يجيك الشخص يعني بهيئات مختلفه، ولكن نفس الدرس رح تعيشونه، نفس الظرف رح تعيشه لو يعني بإطار يعني مختلف. بيقولوا لك انه دائما اي شخص بيدخل حياتك هو حامل لإلك درس، درس ربما ورسالة. يبقى كل حياتك مرافقك هذا الشخص، وربما لا انه يعطيك درس ويطلع تماما من حياتك. هلا هو بيجي له دور، له رساله، له شيء معين معك في هدف. انت فهمتي اوكي وخلص دوره بالحياه، الا اذا في رابط لامور ثانيه بيناتكم. اما اذا دوره فقط ليؤدي درس بس خلص هيدا الدرس رح يختفي تلقائيا من حياتك. طبعا واذا عرفنا هذا الدرس ما بقى بيتكرر، بس اذا ما عرفنا ممكن يجي على هيئات ممكن يرجع أخرى يتكرر مع اشخاص ثانيين، ولكن بنفس الاسلوب وبنضل بنفس المكان ما بنتطور. تمام. اسا في فروع على في كمان في قانون التوقع، قانون احتماليات الكون، لانه الكون قائم على الاحتمالات. والاحتمال او التوقع اللي انت بتركزي عليه هو اللي رح يجي لحياتك. في قانون مستويات الحقيقه اللي هو بيدل على مستويات الوعي اللي انت فيه، حسب مستوى وعيك رح تشوفي اشخاص. ممكن انت مثلا ترتفعي بالوعي ويكون حواليك اشخاص اقل منك بالوعي، ممكن يسببوا لك الم، بس لما بتفهمي انه هن هيك شايفين، لانه انت شايفه
غير اللي هنن شايفينه. انت عم تشوفي من زاويه مختلفه، من منصه مرتفعه اكثر منهم، شيء طبيعي اللي تشوفيه ما يشوفوه، فشيء طبيعي يحكموا عليك من المستوى اللي هنن فيه، من مستوى وعي. فلما انت بتفهمي هاي الحاله انه في مستويات، في كذا، ما عاد بيزعجوكي، ما عاد بيألموكي، ما عاد انت بتتضايقي من تماما حدا يعني، او تماماً من تصرفات تماماً الاخرين، وانه ممكن تشفقي عليهم، ممكن تعطفي عليهم، لانه انه هاي تفكيرهم، هاي درجة وعيهم. في قانون الدعاء، قانون الدعاء هذا انه كمان مو انه بس انا اجي يا رب ابعث لي سيارة، يا رب ابعث لي وظيفة، مو هيك الدعاء. الدعاء انه انت تحطي هدف امامك، هذا الهدف تاخدي بالاسباب اللي بتساعدك لتحققي هذا الهدف، وبعدين تطلبي هذا الهدف، تطلبي وكأنه حقيقة، وكأنه واقع، ما تضلي بدائرة التمني، كوني بدائرة هذا الفعل. هذا القانون دارين قريب على قانون الجذب. هلا أنا تعرفته يعني لآخر شيء لقانون الجذب. تعرف إشي عنه؟ هو آخر هلأ قانون. هلا بتقرأ كتير على الإنترنت وبتقرأ كتير كتب، ربما بس آلية التطبيق عم تكون غلط، لأنه بيقولوا لك إنه عملنا كل شيء مثلا خطوات، بس ما وصلنا للهدف يلي بدنا إياه، أو ما جذبنا الفكرة اللي بدنا إياها. أنا هيك تركت قانون الجذب لآخر شيء لحتى أحكي عنه، لأنه أهم شيء وهو حاصل تحصيل للي حكينا. قانون الجذب للأسف يعني كتير انتشر، صار مثل اللي عم ببيع بطاطا، كل السوبر ماركت فيها بطاطا، فصارت كل الناس تتحكي عن الجذب، أنا بدي أعمل دورة عن الجذب، أنا بدي أشهر حالي رح أحكي عن الجذب. بس للأسف الجذب اللي عم يعلموه عم يكون سطحي، أنه تمني وعيشي مشاعر واكتبي أهدافك، أهدافك وأنا مثلاً أنا أملك سيارة. لا يا حبيبي، ما رح تملك سيارة. أول شغلة، عندك عمال؟ طب هيأت الأسباب اللي بدها تساعدك تجيب السيارة؟ طب أوكي، صار عندك عمال ودخل بيساعدك أنه ممكن تجيب السيارة، طب أنت من داخلك عندك أفكار عم تعيق أنك تجيب سيارة؟ مثلا أنت بتآمن أنه أنا والله ما خرجت سيارة، أنا ما بتناسبني السيارة، عندك هاي الأفكار؟ أو عندي خوف من أو عندك خوف السيارة. من مثلا أو والله اللي بيسوقوا سيارة هنو الناس مكويسين. إذا عندك هاي الأفكار كمان ما راح تحقق اللي بدك إياه. طبعا أنا عطيت هيدا المثال وبتعممي على كل شيء يعني. هلا يمكن أهم فكرة دارين هون الاستحقاق، يعني أنه أنت بتحبي تكوني تماما، أنه أنا الأجدر. أيوة، هل أنت تستحقين ما تطلبين؟ إلا أنت ممكن كلياتنا بنطلب كتير مطالب، بس ليش هيدا عم يحقق وهيدا لا؟ رغم أنه الاثنين أخذوا بالأسباب، الاثنين عم يشتغلوا، الاثنين شالوا هاي الأفكار، بس هيدا حقق هيدا لا. ليش؟ لأنه هيدا مآمن بنفسه، مآمن أنه يستحق. هيدا الشخص ما عنده هاي الإيمان أنه أنا بستحق هيدا الشيء، فما رح يحصل، لأنه أنت طلقتي النوايا وأخذتي بالأسباب. بيضل آخر شيء بقانون الجذب، في ناس بتعتبره قانون لوحده، بس أنا بعتبره خطوة أخيرة للجذب، هو التجلي، تجلي الأمور تظهر بحياتك، الأشياء اللي أنت عم تفكري فيها هون هيدي الأشياء إمتى بتظهر؟ لما أنت بعد ما أخذتي كل الأمور كان عندك إيمان بأنك تستحقيها، فرح تظهر بحياتك. أما إذا أنت ما آمنتي باستحقاقك لإلا ما رح تظهر أبداً. في ناس بتشتغل ليل نهار بتحسيها بدائرة الفقر، صح؟ أو يمكن هي نظرتها للأمور أنه أنا مثلاً بدي يصير مدير أو وزير أو أي شيء، مثلاً منصب عالي مثلاً، هو بيتم عم يفكر بهي القصة، بس بيقول أنه أنا مستحيل أو أنا وصل لهذا المنصب. أيوة، أو أنا مين أنا لحقق هذا الشيء؟ مين أنت؟ أنت إنسان، بس لو تفهم شو يعني أنك إنسان، كنت بتحس أنه الكون كله ملكك، والكون وافر يعني. تمام، هون كان في قانون نسمع كتير، قانون الوفرة، شيء اسمه قانون الوفرة، طبعا يعني انه كل شيء بالكون موجود المال، الثراء، الطاقات، يعني اي شيء بدك اياه هو موجود وبكثرة، حتى العمل موجود. طبعا كل الكون وافر، ووافر كتير، وما بس بكفينا نحن، بكفي إسا يعني بشر على قدنا كتير، بكفي الكون كله. بس ليش هيدا بياخد حصته من الوفرة وهيدا لا؟ رجعنا لنفس الأسباب. طالما أنت ما عندك إعاقات داخلية لأي شيء بتطمحي له، من أفكار، من برمجة، من أسلوب حياة، من طريقة تفكير، من معتقدات، ما عندك ومآمنة باستحقاقك ومآمنة بأنه الكون وافر، أكيد رح تنالي. أما طالما إذا إنسان مهما سعى لشيء، إذا عنده عقبات داخلية ما رح ينال شيء، وهون يعني قانون الجذب بيبطل يستجيب تماماً.
هو قانون الجذب شغال شغال، بس بقى استجابة وتجلي ولا لا. تمام، هلا صرنا حاكيانين عن قانونين، الذبذبات او الاهتزازات وقانون المسؤولية، وشو كل واحدة بتفرع منهم. هلا القانون الثالث هو قانون القطبية. قطبية. هلا هذا قانون مهم كثير، لانه الحياة قائمة على القطبين. على ما معنى القطبين؟ القطبين مثل لما مثلا نحكي بالصيني او بالهندي، يعني مثلا تمام، سالب موجب، سالب ذكر موجب، انثى، ذكر انثى، خير شر، هي التضادات الثنائيات خلينا نقول. تماما، الثنائيات الموجودة في الحياة. طبعا قانون القطبية مو بس يعني على اشياء مادية، حتى هو بيطبق على الاشياء المعنوية والافكار، وهلا بنحكي كيف. بس هيدا القانون انه شيء مهم تعرفي انه انت لما بتطرفي بقطب معين رح تنالي الالم، رح يصيبك الم. بالاضافه لانك اتطرفتي بهذا القطب رح تلقائيا تنقلبي على القطب الثاني. لحتى تعيشي مرتاحه من دون الم، انت ممكن تكوني بحاله وسط، مو هون ولا هون، بس هي حاله مؤقته. حاله توازن، حاله مؤقته، لانه ان عاجلا ام اجلا رح تقلبي على احد القطبين، وهيك رح نضل بصراع بين هالقطب وهالقطب. طب كيف نحن بدنا نحقق التوازن؟ لما بتحققي هذا التوازن، لما بتحاولي تخرجي من هذا الإطار، تطلعي على الأحادية. هون بيوصل الإنسان لحالة التنور، بيكون خرج من دائرة الأضداد. بس طبعا يعني صراع الحياة قائم على الأضداد، والمتعب الحياة قائمة عليها، لحتى دائما يكون عندك حافز، دائما يكون عندك انه سعي للأمور لحتى توصل او تحقيق هذا التوازن، هذا الشيء، وتوصلي لحالة آخر شيء بنسميها يعني الارتقاء، التنور، انك خلص صرتي انت والكون كله واحد. يعني ما عاد عندك شيء، الفرح والالم بصير، الفرح والحزن بصير واحد، الخير والشر بصير واحد. على فكره الخير والشر هن عباره عن كلمات، ولكن بالعمق هن عباره عن حالات اهتزازيه. يعني كل الاشياء اللي بتشوفيها لما بننظر لها بشكل سطحي، انت بتاخذيها من انه هيك، انه مثلا هذا عكس هذا وهذا، لا، وانما بالعمق كلياته عباره عن حالات اهتزازيه. رجعنا على المستويات الاول، مستويات اهتزازية. تماما. في مستويات عليا، في مستويات. هلا بهذا القانون القطبية رح نحكي عن ثنائيات هي مهمة كتير بالحياة. أول ثنائية هي ثنائية الجلاد والضحية. هلأ أغلب الناس، هلأ رجعنا عن اللي كنا عم نحكي، الإنسان المقادر يتحمل مسؤولية، رح يدخل بدائرة العجز، ورح يدخل بحالة دائما موقع الضحية. الضحية إنه أنا ضحية، أنا ضحية ظروفي، أنا ضحية أهلي، أنا ضحية أنا كذا. هلأ ممكن الطفل بالبداية، إنه طفل غير واعي، يعيش بظروف معينة، هالظروف تدخل لجواته، تصير برمجيات، مع الأيام هالبرمجيات تجذب له أحداث وأمور، ولكن لما بيوعى بالوعي بالفهم بيتجاوز هاي الحالة، بصير بيدرك أنه هو المسؤول، بيحاول يغير هالأنماط اللي بداخله. هلأ إذا الإنسان ما حب يغير، حب يضل بدائرة الضعف، بدائرة العجز، ودائما يعامل حاله أنه ضحية، رح دائما يوجد بحياته حالة الجلاد، سواء شخص، سواء حالة، سواء موقف، سواء عمل، سواء أسرة، سواء زوج، سواء كذا، دائما بده يوجد هلا في ناس كثير يعني انه بتحب تكون بهذا الموقف. طبعا لانه بيحقق لها حالة الواقع الاجتماعي. ايه؟ في ناس بتحب دائما تكون هي الضعيفة، هي المستضعفة، طبعا امشان هي الضحية دائما، انه هيك عملوا فيني وهيك سووا فيني وانا مظلومة وانا صح، مشان شو؟ مشان الاخرين ياخذوا الادوار عنا، مشان هي ما تقوم باي دور لانه ما عندها القدره. وهون عم هي عم تتخلى عن المسؤوليه، يعني هون مشان تماما هي وهيدي هيك بتكون دخلت بحاله العبوديه. على فكره يعني الانسان العاجز هو انسان عبد، اما الانسان المسؤول واللي يعني اللي بيعقب مسؤوليته فعل، هذا انسان حر، هذا الحر الحقيقي. مو الحريه اني احكي بدي غير وبدي شيله وهذا ما بيناسب، لا لا لا، ممكن انت تحكي من هلا لبكره وتقاتل وتقاتل، بس جواتك عبد، واذا غيرته لهذا رح يجي مين يستعبدك مره ثانيه، لانه المهم تغير داخلك، مهم تطلع من دائره الضحيه. لما بتشوفي الشعب عباره عن هذا داخل بالضحيه وهذا بالضحيه وهذا بدوامه الضحيه، رح يجيبوا لإلهم حاكم، طبعا بغض النظر عن اي اتجاه، انا عم احكي كطاقه، يستعبدون، واذا شالوه رح يجي حاكم ثاني يستعبدون، لانه ما هيك بنغير، بتغير داخلك، طلع من حاله العبوديه يعني والضعف والضحيه. يعني بالاساس في ثنائيه اسمها الجلاد والضحيه. تماما، طبعا فاذا انت حبيت تدخل بهي البوتقه او خلص بهذا المستوى، الضحيه رح تجذب الجلاد، في هذا المستوى بدك تلغي هيدا القطب، الغي القطب الثاني. ما بنلغي قطب الا بالغاء القطب الثاني، هذول مرتبطين مع بعض، وجد هيدا وجد التاني. تمام، الثنائيه الثانيه الثانيه هي الرفض والتعلق. يعني خذي قاعده، اي شيء بترفضيه بقوه او بتتعلقي فيه بقوه التصق فيك. يعني مثلا حالة معينة بترفضيها، شخص معين بترفضيه، رح يضل موجود بحياتك.
او انت مثلا عفوا بس انا يمكن خربطت شوي، انه اللي بترفضيه رح يلزق بحياتك يعلق دائما، بينما اللي انت بتتعلقي فيه رح يبعد. رح يبعد. مثلا الام اللي كثير بتتعلق بابنها زياده عن اللزوم، يعني هي عم تشكل برنامج لحتى تخسر ابنها بلا ما تحس. عرفتي كيف؟ او انت تعلقتي بحاله معينه، بحبيب معين، بشريك معين، انت عم تعملي بالكون برنامج تدمير لإله بلا ما تحسي. هلا هون لهيك دائما بينصحونا انه التعلق الزائد هو كمان ايضا مثل ما قلتي انه شيء بيأذي. بيأذي تماما. يعني حتى حاله الام وقت بتتعلق بابنها مع انه هي يمكن حاله طبيعيه، بس نحن يمكن بنفهمها بطريقه غلط، انه نحن بنقول انه عادي الام تتعلق باولادها، بس في حدود. حتى الابن الاولاد هم اولاد الحياه، هم ليسوا أولادنا أنهم أولاد الحياة. يعني أي حدا أيا كان هو مو ملكنا، فنحن منتعلق منتمسك بدنا يا بدنا يا، فبيبعد. حتى وبالمقابل الأشياء أو الأشخاص اللي ممكن نحسهم أشخاص كتير إنه نحن ما مرتاحين لإلهم، نكرههم، ما بدنا ياهم، رح يتواجدوا، لأنه بالنهاية الكون مو لإلنا كمان، هذا الكون للكل، رح يتواجد فيه كل شيء، الورود والأشواك. علينا بالتقبل. عرفتي كيف؟ تمام. هلا القانون الرابع دارين، قانون التغيير. التغيير واللي هو حاصل تحصيل لكل شيء حكينا. التغيير يبدا من الداخل. قانون التغيير بتفرع عنه قانون الانعكاس، بتفرع عنه ثنائيه الداخل والخارج. شو يعني ثنائيه الداخل والخارج او شو يعني قانون الانعكاس؟ يعني الداخل ينعكس الى الخارج، الخارج مساوي للداخل. نحن لا، سواء بالشكل، بالفكرة، بالتصرفات، نحن نحكي هيك خارج وداخل ولا لا؟ الخارج الداخل. هلا شو هو داخل الإنسان؟ داخلك هو أفكارك، هو زبزبتك، يعني الحالة، خلينا نسميها مثل ما حكينا بالمرة الماضية إنه حكينا عن العقل الباطن أو اللاوعي أو الكذا، هي هي الحالة الداخلية لإلك، وشو موجود فيها من أفكار، من برمجيات، من مواقف، من معتقدات، هي هي حالتك الداخلية. فهي الحالة رح تنعكس، مو نحن حكينا في قانون الحدوث، أي فكرة أي كذا رح تتجلى بحدث، وأيضا في سبب وفي نتيجة، في نتيجة ما يصدر منك بده يرجع لإلك، هي هي. فإنه داخلك هي هي الأمور تتجلى بالعالم الخارجي بالأحداث. فأنت إذا بدك تغيري بواقعك ما بتغيري بالحدث، بتغيري بالمنطقة اللي أنت بتتحكمي فيها، لأنت الأشخاص الأحداث ما إلك تحكم عليه. أنت على شو إلك تحكم؟ إلك تحكم على داخلك، هي منطقة تحكمك. انت بتغيري داخلك، ممكن يتغير الخارج تماما، يعني بتغير الاحداث، بتتغير المجريات، بتصير حتى بتغيروا الاشخاص طبعا الموجودين. بصير تلقائيا انت غيرتي داخلك، نظفتي داخلك، ارتفعتي بالوعي، صرتي بمستوى وعي ثاني، تلقائيا بتتفكك الروابط القديمه وبتنشا روابط جديده بتناسب حسب شو موجود جواتك. تمام. دارين، بنهاية حديثنا هيك كلمتان صغار عن الوعي ومستوى الوعي وقديه هو كتير مهم لنفهم كل هالقوانين ونطبقها بآلية سلسة ظريفة ونستوعب، يعني نستوعب كل شيء عم يصير معنا من أحداث. هلأ الوعي أول شغلة بدي أحكي فيها أنه الوعي مو هو حجم أو عدد شهاداتك ولا عدد الكتب اللي أنت قريتيها ولا عدد المدارس اللي دخلتي فيها ولا شيء. كل هيدا إذا ما تجسد على أرض الواقع بسلوك بتصرف، هيدا ولا شيء، ليس وعي. ليس وعي. الوعي هو أنت كيف تقدري هالمعرفة اللي أخذتيها تستثمريها لتفيدك بحياتك، لتفيدك بالتعامل مع الأشخاص، لتتناغمي مع الكون، لتفهمي كل شيء عم يدور حواليك. أكيد. شكرا كثير لك وشكرا لوجودك معنا اليوم ببرنامجنا. اهلا وسهلا فيك المهندسه دارين سعيد، مدربه معتمده بعلوم الطاقه الحيويه. اهلا وسهلا فيك. شكرا. اهلا وسهلا فيك زينه، تشرفت فيكم وبشكر كثير محطه أوغاريت على الاستضافه. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بهيك كون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، بشوفكم مع ضيف جديد وحلقه جديده.